أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات الصف السادس ابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات مدرسة على الهوا. مدرسة على الهوا في مادة اللغة العربية، ومادة اللغة العربية يعني كل حاجة حلوة. النهاردة الأول عاوزين نقول كل ثانية ومصر كلها بخير. احتفالات أكتوبر، احتفالات أكتوبر. يعني إيه احتفالات أكتوبر؟ يعني النصر، يعني الكرامة، يعني كل شيء احنا عملناه وعملناه. انا يمكن لما بنسمع الافلام ونسمع المسلسلات ونسمع الحاجات اللي بتمجد حرب اكتوبر، سمعت بعض الناس اللي عصرت الحرب قال لك ده واحد على مليون من البطولات اللي حصلت في حرب اكتوبر. فعلا احنا علمنا على العالم كله، مش على بقى اسرائيل بس لوحدها. احنا علمنا عليهم. بمعنى ايه علمنا عليهم؟ علمناهم حاجة في حياتهم. احنا قلنا لما نعوز ننتصر الحمد لله بفضل الله بننتصر، والنصر كان من عند الله بصبر ومثابرة جنودنا البواسل. طبعا الجنود البواسل لازم يبقى يتبعهم او يبقى في الخلف او يبقى اللي بيزقهم قادة برضو بواسل، عشان كده كان نصر اكتوبر. هنكتب بقى نقول والله موضوع تعبير الاول قبل ما اقول اي حاجة في بداياتنا احنا كده في هذا الشهر. لو انا امتحان دلوقتي هنقول اكتب عن حرب اكتوبر او حرب او نصر اكتوبر او كل ما هو يميل بقى للنصر والانتصار والعزة والكرامة في اكتوبر. لو هتكتب موضوع في ده، انا عاوز قبل ما اخش في النص بتاعي الاول هتقول ايه عناصر؟ طيب اول عنصر ممكن تقوله ايه؟ يبقى لما تيجي تتكلم ممكن اسلسل العناصر بتاعتي. احنا بنسمع حتى في الاغاني يقول لك الساعة 2 الظهر، يبقى في السادس من اكتوبر العاشر من رمضان عام كام بقى؟ ايوه 73، اللي احنا المفروض بنحتفل بالذكرى في هذه الايام. كان في نصر وكان في شرارة نصر وكان في نور وكان في سحابة كانت مغيمة على مصر طوال 6 سنوات. 6 سنوات من الغيام، 6 سنوات من السحب المظلمة، 6 سنوات انقشع كل ده في لحظة واحدة الساعة 2 الظهر. الجندي المصري اعلى للعالم كله انه خير اجناد الارض. مش مقولة بس، ومع خير اجناد الارض هنخرج لفاصل ونرجع بعد الفاصل ان شاء الله. فاصل، وبعد الفاصل احنا كنا نهينا على خير اجناد الارض وراجعين مع نص اسمه كن قويا. كن قويا يعني ايه؟ كن قويا عزة كرامة. وزي ما اتكلمنا دايما بنجيب نصوصنا مع مناسبة الحدث، اعياد اكتوبر، احتفالات اكتوبر، يبقى دي ايام عزة وكرامة. طب ايام عزة وكرامة محتاجين بقى من الشعب المصري ايه؟ محتاجين من الشباب المصري ايه؟ محتاجين منكم انتوا ايه؟ انتوا اجيال المستقبل، احنا عاوزين منكم ايه؟ عاوزين نعمل معاكم ايه؟ عاوزينكم تبقوا ايه عشان تعيدوا الصورة اللي كانت عليها مصر في السابق، وان شاء الله تبدأ في المستقبل تبقى افضل وافضل ان شاء الله. احنا نصنا اسمه كن قويا. قبل ما اقول كن قويا، قبل ما اقول كلمة كن قويا، انا عاوز اقول الاول نحو بقى، يعني شوية كده نقول كل الكلام اللي احنا بنقوله. احنا الحلقة اللي فاتت شرحنا كان واخواتها. طيب كان، هل كن دي من اخواتها اللي بيتكلموا عنهم، ولا دي اخت غريبه مش متابعهم بره اللعبه دي خالص؟ طب ما هي كن، بس انا بتكلم على اخوات كان. احنا قلنا كان وتصريفات الفعل بتاع كان، يعني يكون من اخوات كان، كن من اخوات كان، كان هي كان، اذا فكن هو من اخوات كان. طب تعالى اعربها عشان اعرب عنوان النص بتاعي الاول كده، اعرب الكلمه. بص كده، انا عندي كن، ادي كن، واتفقنا على ان يكون دي من اخوات مين؟ كان، يعني دي تبعها. ايوه تبعها، يعني هي ايوه، بس اتصرفت بقت فعل امر، بقت فعل ايه؟ امر. طيب تعال بص كده، قويا، شوف الاتنين، وانا عاوز اقول اذا ففي حاجه هنا مفقوده اختفت مش موجوده. ايه هي الحاجه دي؟ ايه هي الحاجه دي؟ اقول حاجه واحده بس، اقول لك الحاجه. أنا قلت إيه؟ اسم كان ماله؟ بيبقى مرفوع، مرفوع، ركز معايا، مرفوع. يعني معنى كده إن أنا عندي فيه
اللي بعد كان اسمها او اللي كان اسمه في السابق مبتدأ وبقى اسم كان مرفوع. طيب اللي موجود عندي في اللي موجود ده رقم اتنين هنا ده منصوب، اذا فهو مش اسمها، امال جاي رقم اتنين ليه؟ عشان الاسم اختفى، الاسم مشي، الاسم ما بقاش موجود، ضمير مستتر. استتر ليه؟ انا وانا بكلمك ودايما الفعل الامر، انا لما خاطبك ما اذكركش تاني، انا بخاطب دلوقتي مين؟ محمد. ما افضلش اقول وانا بقول لك بقى بقول لك ايه اكتب الدرس، بكلم مين بقى دلوقتي؟ محمد. محمد فين؟ اختفى مش موجود. يبقى الفعل الامر المشار اليه لما بيشير لحد سواء كان اسمه او كان الفاعل بتاعه مش موجود ليه؟ بيختفي، ضمير مستتر، بيبقى تقديره كن انت. انت اللي هو مين؟ المصري، اللي هو انت كمصري كن انت قويا. يبقى قويا تعرف ايه بقى؟ عشان نرجع تاني اللي احنا قلناه، قويا لان لو جات لك في الامتحان هتجي لك كن قويا، اعرب قويا. الناس هتتلخبط تقول لي قويا دي رقم اتنين، ورقم اتنين يعني معناها انا بتكلم على اسم، واسم كان بيبقى مرفوع، بس جايز يكون هو غلط وحطها لي تشكيل غلط، هو بيغلطش، الغلط هيبقى من عندك، لان هو لما يقول لك دي منصوبه تبقى عارف انها منصوبه وهو عاملها عشان منصوبه. يبقى دي اسمها ايه بقى؟ خبر، واقولها كده كن منصوب طبعا، وعلامه نصبه الايه؟ الفتحه. وصلت؟ وصل الكلام؟ لما وصل الكلام ادخل بقى في النص واقول نصنا اللي عندي ده واللي هتكلم عنه اسمه ايه بقى؟ كن قويا. كن قويا للشاعر، وبرضه هقول معلومه عن كل شاعر لما اجي اتكلم عنه بقول معلومه مبسطه. واحد هيقول لي طيب هل لابد ان انا اعرف اسم الشاعر يجي لي في الامتحان؟ ايوه هيجي في الامتحان. من قائل هذا النص؟ هيجي لك من قائل هذا النص. ممكن اكتب نبذه مختصره عنه؟ تكتب نبذه مختصره عنه. ما جاش نبذه مختصره عنه وقال لك اذكر قائل النص بس، يبقى اقولها واقول انا تجويد بقى، ازود قائل النص هو واتكلم عنه. يبقى الشاعر عندي اسمه ايه؟ محمود غنيم، ولد في احدى قرى محافظه المنوفيه بمصر طبعا سنه 1901، وميلاده ووفاته دي تواريخ تعرفها بقول للزياده للتجويد، ولكن الاساس عندي هو محمود غنيم شاعر مصري اتولد في محافظه المنوفيه. يكفيني هذا، يكفيني هذا، زودت زي ما انا بزود كده ما عنديش مشكله. ممكن يجي لي في الامتحان النص قائل او كاتب نص كن قويا ويجيب لي اختيارات احمد رامي، احمد شوقي، طبعا محمود غنيم اللي موجود معايا، اختار وتختار يبقى خلاص اختياري وخلاص، او احط الخط تحت الايه؟ الاسم بتاع محمود غنيم وكفى. طبعا نشوف بقى كده مع بعض. يا شباب العلم في الوادي الأمين، أشرق الصبح فهزوا النائمين، مصر ترجو منكم جيلا فتيا، سالم البنية مقداما قويا، لا ضعيفا خائر العزم عيا، كتب الذل على المستضعفين. أنا هقول كلمتين اتنين في الأول، يا نداء، ودايما لما نادي بنادي للقريب من قلبي، اللي انا حتى البعيد يعني يدي بتنادي على البعيد، والبعيد ده اللي انا عاوزه يسمعني، هو قريب من قلبي انا، لكن انا عاوزه بنداء القوي ده لما بقول يا، عارف زي ما هو بتمد فيها او كده، يا يا دي اسمعني بقى، اصحى بقى، وهي دي علامه الاستيقاظ. يا شباب، وسكت، كان ممكن يقولها فعلا ويسكت يا شباب ويبقى قفل على كده، لكن عاوز يزيد الشباب، بدل ما هو بقى فخر فوق الفخر اللي هو شباب ايه؟ بخص بيه شباب العلم. انا ممكن اتكلم على الشباب بصفه عامه، ولكن هو يخص فئه معينه من الشباب اللي احنا عاوزينهم، اللي مصر محتاجاهم، وهما شباب الايه؟ العلم في الوادي الامين. وكلمه الوادي الامين مش بنسمعها بقى، مصر هي الوادي الامين، مصر هي الامن والامان، كل ما يطلق عليه الف ميم نون هي مصر. أمن، أمان، أمين، هي الوادي الأمين دي هي المذكور بها مصر، ذكرت في كل الكتب السماوية برضه بأنها بلد الأمن والأمان. إذا فنحن أو الشاعر محمود غنيم بيتكلم على إيه بقى؟ على الوادي الأمين، وأشار إليها بمصر. كان ممكن بيقول برضه يا شباب العلم في مصر، لكن هو بيزود فيها، عاوز يقول يا جماعة ده جمال فوق الجمال، جماليات مصر، إنها مش كلمة، مش مجرد نطق الكلمة بس، ده مصر دي هي الإيه؟ الوادي الأمين. طيب اعمل ايه؟ اشرق الصبح، النهار طلع. طيب لما النهار يطلع المفروض نعمل ايه بقى؟ نصحى من النوم. مش صحيان بقى، مش صحيان عادي،
لان النهار برضو مش نهار عادي. لما نيجي نقول نهار السادس من اكتوبر مثلا، هل يوم السادس من اكتوبر هل ده كان يوم عادي في تاريخ مصر كلها؟ يبقى الاستيقاظ من النوم الدليل مش انك بتفتح عينيك وتستيقظ، لا، ده استيقاظ من غفلة زمن، استيقاظ من تاريخ كان ممكن يبقى عليه التراب، انت بتنفض هذا التراب وبتصحى. عشان كده بيقول ايه بقى؟ هز. وكلمة هز دي دليل على ايه؟ ان الغفلة اللي انت فيها مش نوم يعني نوم. انت ماما لما تيجي تصحيك وانت رايح المدرسة تنادي عليك اصحى هنروح المدرسة. طيب انت نمت شوية وتقول لها سيبيني شوية، تهز فيك بقى، عارف الهزة دي؟ اصحى هتتأخر. نفس الكلام المصري، المصري اللي هو انت بقى شباب العلم، لو نام لو كسل لابد له بقى التاريخ الحضارة ذكره، اصحى الناس سبقتك، اصحى العالم هيسبق، انت تبقى في الاول، انت اللي هتحضر طابور، طابور العرض بتاع، شوف بقى كده انت بتعمل ده، تخيل العالم كله في طابور عرض، لابد ان يكون المصري في اول الطابور. لا طيب انا لما اقول المصري في اول الطابور يعني ايه؟ المصري في اول الطابور يعني هو في الصف الاول رافع الراس متقدم، قام وصحي من ايه بقى؟ من غفلته. عشان كده اشرق الصبح فهزوا النائمين. وهسأل سؤال في النحو غريب دلوقتي، انا عندي اشرق الصبح وهسأل كده، اشرق دي من اخوات كهنة؟ واحد قال لي لا، اللي عندنا هناك اسمها اصبح، اللي موجودة دي اسمها اشرق، اشرق دي بقى اخوات اشرق مش بتاعتنا. طيب ممكن نحولها ونسأل فيها سؤال؟ طب تعالى شوفها كده معايا، تعالى شوفها. انا هقول كده بدل اشرق هقول اصبح، اصبح الصبح، وهسيبها واقول لك بقى كده انا بكلمك انت، اعرب كلمة الصبح. ودي حاجة زيادة عليك شوية بس انا هقولها لك عشان تبقى عارفها. اصبح الصبح يعني النهار طلع، الجملة تامة ولا مش تامة؟ تامة، صح كده؟ أيوة تامة. يعني معناها أنا ممكن أقول نقطة هنا وأقول صح، الصبح طلع، خلاص. إيه اللي هيحصل بعد كده؟ تهز النائم، ما تهزش النائم أنت حر، لكن الصبح أشرق أو أصبح الصبح. إذا فالفعل ده أنا عندي كان وأخواتها اسمها كده، نسمعها كده، أفعال ناقصة. وقلنا ناقصة يعني ايه يا جماعة؟ ليس لها فاعل. ليس لها ايه؟ فاعل. يعني لما يبقى لها فاعل ما تبقاش ناقصة؟ ايوه ما تبقاش ناقصة. يبقى فعل تام؟ ايوه يبقى فعل تام. يعني معناها انت بتتكلم على فعل مش من اخوات كان؟ اقول لك ايوه مش من اخوات كان. يعني اللي بعديها ده، اللي بعديها ده يعرب ايه؟ قال لا، الناقص كان اسمه ايه بقى؟ ملوش فاعل، يبقى التام ليه ايه؟ فاعل. يعني الصبح ده بتعرب ايه؟ فاعل. الله اصبح فعل ماض عادي خالص، لا ناقص ولا غيره. امال انا بعرف الناقص من التام ازاي؟ يقول لك اذا دخل، اذا دخل تاني الناقص يدخل على جمله تامه. يعني ايه؟ لو شلته تسيب جمله، لو شلته تسيب جمله. لو قلت كده اصبح الولد مجتهدا، تمام. انا عندي اصبح دي انا لسه مش عارف اصنفها، وكلمه اصبح الصبح برضو نكملها فهزوا النائمين زي جملتي اللي موجوده. شيل اصبح في الاولى، قول كده الولد مجتهد، صح، جمله تامه، يبقى ده ناقص. شوف اداني جمله تامه يبقى اصبح هنا ناقص، اللي يدي جمله تامه اصبح تبقى ناقص. بص للتانيه كده، شيل دي كده، الصبح فهز النائمين، الجمله تامه، الجمله انكسرت، ايه الصبح فهز النائمين؟ ايه دي؟ اذا فده هو اللي تام. شفت العكس بقى؟ على جمله تامه يعني دي تامه الجمله، يبقى هو ناقص، دي ناقصه يبقى هو اللي تام. عكس وخلف خلاف. نرجع بقى بعد النحو وبعد خلف خلاف وبعد العكس، ارجع لكم يا شباب العلم في الوادي الامين. اشرق الصبح فهز النائمين، مصر ترجو منكم جيلا فتيا. وكلمة جيل فتي، عاوز اقول بس الاول ان مصر ترجو، لما يجي واحد يقول لي انا عاوز كده اقول مواطن جمال، من قبل ما نشوفها، احنا هنشوفها في الاسئلة دلوقتي، مواطن جمال. مصر انسان، ام ترجو من ابنائها،
يعني الام كده، انا تخيلت مصر هي ام روح وجسد يتكلم ويتحدث ويرجو من الابناء، يا جماعه عشان خاطري، عشان خاطري خليكم اجيال اقوياء، انا عاوز اولادي زي كل ام في الدنيا. طب والله انا كده محتاج فعلا، محتاج حد من الفيوم يعني، ده انا احساسي بمصر ترجو. اسماء، الو اسماء، الو، ازيك يا اسماء؟ الحمد لله. بصي يا اسماء، الاول كده احنا ناسنا كده والناس بتوع مدرسه على الهوا عارفين ان احنا لما تكلميني كلميني من التليفون بس، واقفلي الصوت بتاع التلفزيون. ماشي يا اسماء؟ ماشي. يبقى انت شايفه بس الصوره كده وبعد كده تتكلمي من التليفون. تمام. تمام كده يا اسماء. انت منين يا اسماء؟ الفيوم. حلو قوي. احنا بنحتفل دلوقتي باعياد، اعياد اسمها اعياد اكتوبر، اعياد النصر، صح كده؟ تمام. اسالك سؤال في ده ولا انت عندك سؤال عاوزه تساليه؟ لا، اسألني سؤال. شفت، شفت الثقه بتوع اهل الفيوم؟ لما اجي اقول كده انا عاوز اتكلم كده، ان، لا ان ايه؟ الجندي المصري، واقول نقط، وتاني تاني عشان ان، ان اسمها حروف ناسخه، هقول بقى كده صار الجندي المصري، واقول نقط. كملي لي بقى النقط كده يا اسماء. النقط الاولى، انا سؤال مسبق دايما نقول كده، انا بعملها سؤال في المستقبل يعني، لو انت عندك وعارفاه هتقوليه، مش عارفاه يبقى خليني في صار الجندي المصري. صار الجندي المصري بشجاعة. في ايه؟ صار الجندي المصري بشجاعة. في ش، لا في حاجة اسمها في شجاعة؟ يا نهار ابيض، بشجاعة. بشجاعة؟ لا برضه ولا تنفع ابدا. تاني تاني اقول لك بس حاجة الاول، صار الجندي المصري خلينا نقول كده شجاع بس كفاية عشان ما لخبطش نفسي، ده ليك انت، ركزي معايا في اللي انا بقوله. وشجاع هنا، شجاع هنا هتتعرب ايه؟ خبر كان، خبر صار. انا بعرب، بصي اسماء هي دي من اخوات كان، لكن لما اجي اعربها اعربها على اللي موجود معايا، اللي موجود معايا صار ولا كان؟ صار. حلو قوي، يبقى خبر صار ماله؟ منصوب وعلامة نصبه الفتحة. يبقى خبر صار، الله عليك، منصوب وعلامة نصبه الايه؟ الفتحة. تمام كده؟ ده يبقى خبر نوعه ايه يا اسماء؟ خبر مفرد. يبقى ده اسمه خبر، او نوع الخبر هنا خبر مفرد. اسماء، انا طبعا ده معاهدي باهل الفيوم، ودايما الفيوم طبعا انا بقول دايما لاولاد مصر كلهم تابعونا في كل حلقاتنا، لان انا نويت هنعمل فقرات جديده كده في الحلقات، هتبقى حاجه بزياده شويه حتى عن المنهج اللي عندنا عشان اولادنا يعني نعلى بيهم حتى في المراحل اللي احنا موجودين فيهم. شكرا يا اسماء، مع السلامة. مع السلامه. يا نهار ابيض، انا دايما لما اسمع، على فكره أنا عشان الاولاد دايما بيزعلوا مني، انا ميال جدا جدا لاولادنا من البنات، اولادنا من البنات مش اولادنا من الاولاد، الاولاد بحس ان فيهم كده جفاف شويه كده، لكن البنات بيبقوا فيهم الرقه اللي مصر محتاجه، الجفاف مع ايه؟ مع العدو، لكن الرقه مع اهلها. عشان كده مصر لما قالت بقى قالت ايه؟ ترجو. شوف الام بقى، احنا مع الاعداء، مع الاعداء اقوياء، لكن مع الابناء نعمل ايه؟ نرجو ونتعطف ونقول لها عشان خاطرنا. عشان كده مصر وهي بتتعطف بتتحايل على اولادها، بتقول لهم يا جماعه ايه بقى؟ ترجو منهم جيلا فتيا. انا نفسي يبقى الجيل اللي زي اسماء، الجيل القوي اللي هيبقى ايه؟ يرفع راس مصر. عشان كده قلنا تخيل وشبه مصر بالام الحانيه على ابنائها، عشان كده هو ده الجمال في كلمه مصر ترجو منكم جيلا فتيا. وقلنا الجيل، الجيل اللي جاي واللي راح واللي قادم واللي وكل الاجيال القادمه، الفتي اللي هو القوي. عشان كده جت منها لو تسمع في الافلام كده يقول لك الفتوه، يقول لك ايه، حتى كان في فيلم زمان كده يقول لك اسم الفيلم اسمه الفتوه، الفتوه يعني القوي، كان يجي كده في ناس موجوده في افلام نجيب محفوظ بتاعه زمان يقول لك ده فلان ده الفتوه، الفتوه ده اللي هو القائد بتاع المنطقه او القوي بتاع المنطقه. احنا عاوزين كل اجيال مصر فيها ايه بقى؟ هذه الايه؟ مش الفتوانه بقى اللي هي كانت موجوده زمان، بس احنا عاوزين فتيه اللي هي القوي او الايه؟ الشجاع. سالم البنيه مقداما قويا. سالم البنيه احنا قلنا اصحاء، ودايما اقولها ومش بقولها بس كده، بقول الاصحاء على الرؤوس. وبرضه لما يكون انسان مصاب او انسان مريض او انسان عنده شيء من الاعياء
ما نقولش ده مش مصري، ده هو مصر وابن مصر وفي قلوبنا، بس احنا محتاجين ان انت ما تضرش نفسك، خليك قوي. قوي بايه؟ بانك تبعد عن كل الموبقات، تبعد عن اللي يخليك انسان مريض. احنا محتاجين، الام محتاجه كل اولادها يكونوا ايه؟ اقوياء. هي عاوزه كده، اي ام في الدنيا عاوزه الابن. انت لما الابن او انت جربها كده مع امك، يجي لك برد او يجي لك حاجه انك زورك بس يوجعك او يحصل حاله من الحالات، تلاقي الام مش طايقه نفسها، مش عاوزه هي المرض ينتقل ليها. مصر هي نفس الكلام، ترجو منكم جيلا قويه فتيه، وعاوزه كمان تبعد عنكم انتوا الامراض لو كنت هتجيبها لنفسك، تبعد عن كل ما ايه يضر. يعني انا مبسوط قوي وبنبسط قوي لما الاقي من ولادنا في المراحل دي، سواء الصف السادس ابتدائي او حتى المراحل كلها الكبيره، يروح جيم، يلاقي مثله في وقت فراغ يقول لك انا في الجيم دلوقتي، انا بعمل رياضه، انا بلعب رياضه. احنا محتاجين ده، محتاجين اولاد مصر كلهم في الجيم. عشان كده بقول لكم خلينا كله ايه؟ اقوياء. طيب، لا ضعيفا. مش بنكر الضعف على الضعيف اصلا، ولكن بتمنى، ما هو الرجاء من مصر ترجو منكم ايه؟ جيل قوي مش ضعيف. مش معنى كده ان الضعيف وحش، لا، لكن لو ضعف بامر ربنا سبحانه وتعالى، حصل مرض، نتمثل او نمتثل لامر الله سبحانه وتعالى، نقول ايه بقى؟ سمعا وطاعه، وربنا يشفيه. ولكن بايدك انت تبقى قدامك، تبقى قوي وتفضل الضعف، ده اللي مصر مش عاوزاه. عشان كده بتقول ايه بقى؟ لا ضعيفا، خائر العزم. وكلمه القوه لما تبقى خائره يعني ايه؟ عارف اللي هو بقى، ما هو المريض العيان الانسان اللي دايما بنقول عليه في كل الاحوال انسان مصاب بالهزلان، حاجه كده، يبقى مش ما فيهوش هذه الايه؟ القوه، ما فيهوش هذه الاراده. وكلمه العزم يعني اراده، العزم يعني الايه؟ الاراده. كتب الذل على المستضعفين. جميله قوي هذا الكلام، كلمه كتب الذل على المستضعفين. عاوز اكتبها واقولها لكم، نعربها حتى ازاي واعرب كلمات فيها. ولكن قبل الاعراب انا عاوز اقول كلمه كتب الذل على، ركز لما هاجي اسالها واقول كده، هو قال المستضعف على المستضعفين. ليه ما قالش الضعفاء؟ ليه ما قالش الضعيف؟ كتب الذل على المستضعف. خد بالك من دي قوي. بمعنى ايه الضعيف؟ يعني انا عاوز افسرها لك في الكلمة نفسها. في واحد بيبقى ايه بقى؟ ضعيف من الاصل. انا تركيبي البنياني كده، انا ربنا سبحانه وتعالى خالقني كده انسان ضعيف. ضعيف بقى مش ضعيف الارادة، ضعيف البنية. مش ساعات نشوف كده هو ولد كده تلاقيه زي ما بيقولوا كده نحيف وجسمه قليل، ده خلاص ما نقدرش نتكلم، هو ده الضعيف. ولكن المستضعف اللي قابل الضعف، شفت الفرق بين الاثنين؟ قابل الذل. يعني انت دلوقتي، ما هو انا الذل والهوان، هو ليه دايما نقول ونغني بمصر انها لا تقبل الذل ولا تقبل الهوان؟ وعشان كده استمرت 6 سنوات في اعداد لحرب، كانت المفروض الحرب دي لو في اي دولة تانية كانت قضت عليها ونهت عليها وهي نكسة 67، ولكن 6 سنوات تستعد وتقوى عشان تعمل ايه بقى؟ لانها لا ترضى بالضعف ولا ترضى بالهوان. لو احنا زي مع الشاعر محمود غنيم واتبعنا الاسلوب، يبقى يكتب الذل على المستضعف اللي رضي. انا اتهزمت بقى خلاص، انا هروح فين تاني؟ انا خلاص كده رضيت، زي ما دايما رضيت بقدري. لا، ده مش قدرك، ده انت بتحول بقى هذا، لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه بقى؟ انت دلوقتي اتظلمت لاي ظرف من الظروف، كانت الظروف الحرب مش معاك، كانت، ولكن انت داخلك هذا السائر، هذا الانسان المصري، هذا الشجاع، هذا الذي لا يقبل الهوان، فقلبت الترابيزه وقلبت كل حاجه وحولت الهزيمه الى نصر. عشان كده انت ايه؟ ما كنتش مستضعف، انت في اللحظه دي كنت ضعيف. ضعيف لظرف خارج عن ارادتك. لكن لو انت راضي بالهوان والذل تبقى اسمك ايه؟ مستضعف. عشان كده الشاعر بيقولها ايه بقى؟ كتب الذل، الذل والهوان يكتب على المستضعف الذي يرضى بارادته، اللي هو الايه؟ الاستضعاف، الذل والهوان. يقول ماشي، عارف زي واحد يتضرب يقول الله يسامحك انا موافق. لا، في حاله انا بقول بقى
لو انا بقى استرد قوتي واسترد عافيتي واسترد ارادتي من الله سبحانه وتعالى، اقول لا هوان ولا ذل. هو ده المصري على فكره، انا بتكلم دايما على المستضعف ده، واللي انا بقوله ده ده مش شباب مصر، اللي هو يكتب الذل على الايه؟ على المستضعف. طيب نشوف اللي بعديها ونشوف ابياتنا اللي جايه عشان نخلص الايه؟ النص. العنوان في الاخر، انما شوف بقى كلمه الصحه عنوان الحياه، فانشروها نضره فوق الجباه وارسموها بسمه فوق الشفاه وابعثوها رحمه للعالمين. انا في حاجه ودايما اكررها كل سنه في انما الصحه. احنا عندنا بس الاول لاولادنا كده لما هناخد ان واخواتها، ان بتنصب، وهقولها دي هتبقى الحصه الجايه ان شاء الله، بس انا هسبق لاولادنا كده حاجه في كلمه ان. ان دي اسمه حرف ناسخ، حرف ناسخ الاسم اللي بعده بيبقى منصوب. ده اللي انا عاوز اقوله خلاص كده. طيب في حاجات كده عشان دايما نعرفها لاولادنا وما يعديش حاجه، لما هياخد ده وهياخد ان هيبص يلاقي انما الصحته، والصحته ديت مرفوعه. قال لا 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 مش ان، وجاي بعدها اللي انت بتتكلم عنه وعمال تقول لي اسم، والاسم ده اصبح منصوب، امال صحته ازاي؟ والكتب كلها كاتباها بالتشكيل بتاعها عليه ضمه. هقول لك في حاجه في انما تحديدا هنروح عاملينها كده اهو، واقول له المادي، الست مادي بتعمل حاجه اسمها ايه؟ تعطل، تكف ان عن عملها. عارفين زي لازم عشان تضرب حد لازم تكون شايفه، لازم عشان تضرب لازم تكون شايف، لازم تكون ايه؟ شايف. وما دمت شايف يعني معناها بتكلم بقول ايه بقى؟ ان فصلت ما بينها الماء، عشان كده بقت انما الصحه عنوان الحياه. ادي انما الصحه عنوان الحياه، فانشروها نضره فوق الجباه وارسموها بسمه فوق الشفاه وابعثوها رحمه للعالمين. هذا ما ترجوه مصر من شباب مصر، شباب العلم. وعشان كده النص، يمكن انا اندمجت معاكم شويه في النص نحو وكل ما هو نحو وكل ما هو برضو بيتكلم على العزة والكرامة، لأن كنا لازم نقول كن قويا في الوقت ده، أنتم أقوياء وستظلوا أقوياء، وكل ثانية ومصر كلها طيبة وبخير. صف السادس ابتدائي، عشان كده كملوا معايا، أنا ما عنديش سادس وأول إعدادي وتاني إعدادي وتالت إعدادي، كلنا هنكمل مع بعض. احنا بندخل كل المواضيع كلها بتتركب عشان في الآخر يطلع لي كده باكج على بعضه كده اسمه مرحلة تعليم أساسي. عشان كده بقول لك صف السادس الابتدائي اقفل كتاب السادس الابتدائي، وافتح مع اخوك في الصف الاول الاعدادي الكتاب بتاعه، وخليك عينك معاه ومعايا، عشان برضه هندرس مواضيع نقولها ونحكيها، وازاي نعرف نستنتج ونستخرج زي ما عرفنا، ازاي نشرح، ازاي نطلع مواطن جمال، هو ده اللي هنشرحه في النص اللي جاي. بس فين بقى؟ في الصف الاول الاعدادي. كده بقينا فين؟ اولى اعدادي. يلا انقل. انا نقلت، كنت ناوي البس لكم جاكيت اولى اعدادي، بس خليه بقى، خليني برضو بنفس الجاكيت سته ابتدائي، ونبقى نغير في وقت تاني. تعالوا اما نقول النص اللي عندنا النهارده في الصف السادس ابتدائي اتكلم فيه. برضو انا عندي نص، ودايما تعمدت ان انا لما اقول نصوص يبقى النصوص متنوعه. بص كده معايا واقول معايا: من مكارم الاخلاق. الصف الاول الاعدادي من مكارم الاخلاق، ومن مكارم الاخلاق من العنوان عرفنا انه حديث، وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ايه رايكم؟ انا عاوز بس، لان يعني اولادنا في الصف السادس تعبوا معانا طوال الفتره اللي فاتت، فيريحوا هم شويه، لان عشان يرجعوا معانا بتاع اولى اعدادي ما يقومش، خليك قاعد زي ما انت. احنا هنخرج الفاصل ده للصف السادس ابتدائي، نخرج معاه شويه وترجع معايا عشان نعمل ايه بقى؟ نكمل من مكارم الاخلاق. فاصل ونواصل.